إقبال كبير ذلك الذي يشهده مصرف السلام يومياً. الجميع يستفسر حول كيفية الحصول على قرض بدون فائدة لاقتناء سيارة. هذه الوثيقة هي المرحلة الأولى للمباشرة في العملية. قام المصرف مؤخراً باقتناء عدة ماركات، يعني من بينها بيكانتو، كيا، إيبيزا، كادي، وحنا الآن كذلك بصدد اقتناء كمية من سيارات هونداي، طلب عليها كثير كذلك. يعني كل هذا يعني تملك المصرف هذه السيارات ودفع ثمنها، وهي الآن محفوظة في حظيرة سيارات لدى بعض الموزعين، ويعني تتم العملية، يعني يدرس الملف في خلال الطلب عموم، يعني بصفة عامة يدرس في خلال 3 أيام 4 أيام. إذا كان يعني كل شروط مستوفية يتم استدعاء المتعامل باش نسلموا له السيارة في أقرب الآجال. 10 أيام فقط من تقديم ملف الطلب ستتحصل على سيارات، ويكون الدفع وفق الراتب الشهري. مثلا إذا أخذنا مواطن عنده دخل 100,000 دينار جزائري شهريا، فما يحقش للمصرف أنه يقتطع له أكثر من 30% من راتبه الشهري لتسديد التمويل، وبالتالي هنا ما نقدرش نحيله أكثر من 30,000 دينار جزائري في الشهر. 30,000 دينار جزائري في الشهر تعطي له يعني قدرة استدانة في المصرف في حدود 1,300,000 دينار جزائري، يعني 130 مليون سنتيم. وبالتالي إذا كانت سيارة مثلا تعمل 200 مليون، المصرف يعطي له 130 مليون، ويطالب المواطن أنه يدفع جزء من 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 ثمن السيارة، يعني الفارق اللي هو حوالي 70 أو 75 مليون. التمويل الاستهلاكي أو ما يسمى بالقرض بدون فائدة طريقة انتهجها مصرف السلام لتمكين زبائنها من الحصول على سيارة في أقل مدة.